بدون أي مبرر دون ضرورة، هذا هجوم عن سبق الإصرار، وخططت له موسكو منذ أشهر ربما أطول. هو عبأ وجيش نحو 150 ألف جندي وكذلك احتياطيات الدم والكثير من الذخائر وكل الأشياء التي تخبرك بنيته. نحن قمنا بالعمل مع شركائنا وحلفائنا بالحديث عن أهمية الحوار من أجل تفادي نزاع ومعاناة إنسانية لأسابيع وأسابيع. نحن كنا نصدر تحذيرات بأن هذا سيحدث. الآن هذا يحدث على نطاق أوسع مما توقعنا. وفي الأسبوع الماضي هناك انفصاليون قاموا بأعمال سيئة في دونباس، وروسيا شنت هجمات سيبرانية على أوكرانيا. رأينا ما حدث في موسكو من ادعاءات زائفة حول أوكرانيا وبأن أوكرانيا تعتزم مهاجمة وغزو روسيا وأنها تعتزم القيام بإبادة جماعية واستخدام أسلحة كيماوية دون أي أسس وأدلة. وبطبيعة الحال نحن ندين ذلك الاعتراف بما سمي جمهوريتين من قبل الرئيس الروسي. وفي الوقت نفسه مجلس الأمن كان يريد أن يوقف الغزو والعدوان، وفي الوقت الذي يتحضر فيه مجلس الأمن لهذا بوتين قام بشن هجومه وغزوه، وبعد ذلك جرى الدبابات والأسلحة للزحف في أوكرانيا. نحن تشاركنا معلومات سرية حول الهجمات التي يعتزم القيام بها بوتين حتى لا يكون هناك أي ارتباك أو أي تشوش حول ما ينوي بوتين فعله. بوتين هو المعتدي، هو الذي اختار هذه الحرب، والآن عليه أن يتحمل تبعات هذه الحرب. اليوم أنا أسمح بفرض عقوبات جديدة وخصوصا على الصادرات التي توجه لروسيا. هذه العقوبات ستضر بروسيا فورا وكذلك مع الوقت. سنضاعف آثار هذه العقوبات على روسيا وسنقلل آثار هذه العقوبات على أمريكا وعلى حلفائنا. أود أن أكون واضحا، أمريكا لا تفعل هذا لوحدها. لأشهر نحن نبني تحالفا يشمل نصف دول أو دولا تمثل نصف الاقتصاد العالمي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ودولا أخرى، من أجل أن يكون هناك أثر لردنا وعقوبتنا. تحدثت مع قادة مجموعة السبعة في هذا الصباح، ونحن لنا إجماع بأن نقيد قدرة روسيا على استخدام عملة الدولار وكذلك اليورو والين، وذلك من أجل للإضرار بها في الاقتصاد العالمي. سنقيد أيضا على الجيش الروسي التوصل بأي مواد، وسنقيد تلك الصادرات التكنولوجية التي تذهب لروسيا. سنعمل أيضا على تقييد حجم عملة الروبل. في هذا الأسبوع ستكون هناك عقوبات غير مسبوقة في التاريخ المعاصر على روسيا. الحكومة الروسية قامت بشيء يجعلنا نفرض عقوبات ونقوم بفرض عقوبات لتجميد أصول روسيا وكذلك فرض عقوبات على البنوك حتى لا تصل القوات أو القيادة الروسية إلى الأموال الموجودة في أمريكا. هذا يعني أن كل الأموال الروسية في أمريكا ستجمد، وهذا يشمل البنك الروسي الذي له من الأصول مليارات الدولارات. كذلك سنفرض عقوبات على أقارب أساس الروس المتورطين في هذه الحرب. كذلك ما يستفيده الروس من الكريملين سنجعلهم
يدفعون الثمن، وخصوصا أولئك المليارديرات الذين يدعمون بوتين. سنوقف الروس من جمع الأموال من أوروبا ومن أمريكا، كذلك سنفرض عقوبات على الشركات الروسية. ونعرف أن الشركات الروسية تمثل قيمة 1.4 تريليون دولار، وبالتالي سنعرضها لعقوبات، وسنقوم بعصر هذه الشركات والاستثمارات لتتحمل التبعات وتدفع الثمن في السنوات الماضية. مع حلفائنا وشركائنا سنقوم بخفض الصادرات التكنولوجية إلى روسيا حتى لا تتمكن روسيا من مواصلة عصرانة جيشها، وكذلك سنخفض الصادرات التي تستفيد منها قطاعات الطيران الروسية، وسنضر باقتصاد روسيا. بوتين له طموحات كبيرة وعالية، ولذلك نحن بالإضافة إلى العقوبات التي سنفرضها سندافع عن حلف شمال الأطلسي وخصوصا دول شرق أوروبا. غدا سيكون هناك اجتماع لحلف شمال الأطلسي، سنجمع قادة 30 دولة من الحلفاء، وذلك من أجل الحديث عن تضامننا مع أوكرانيا، ونتحدث عن الخطوات التالية من أجل أن نقوم بتقوية كل الجهود التي نفعلها في إطار حلف شمال الأطلسي. نحن قمنا بإعطاء نحو 660 مليون دولار إلى أوكرانيا فقط العام الماضي، ومع ذلك نقول إن قواتنا الأمريكية لن تذهب للاشتباك في أوكرانيا والقتال هناك، لكن قواتنا هي للدفاع عن أعضاء شمال الأطلسي في شرق أوروبا. كما قلت بوضوح، أمريكا ستدافع عن كل شبر من دول الناتو بكل ما أوتيت من قوة. حلف شمال الأطلسي، وهذا هو النبأ السار، موحد أكثر من أي وقت مضى. ما من شك في أن كل عضو في حلف شمال الأطلسي سيفعل المادة الخامسة التي تفيد بأن الهجوم على أي عضو في الناتو هو هجوم على كل الناتو. وتشاورت مع قادة ألمانيا وبولندا، ويوم الثلاثاء عندما كان هناك مناورات وتدريبات مشتركة لبيلاروسيا وروسيا، قلنا إننا سندافع عن خاصرة أوروبا الشرقية، ونسقنا الجهود مع رومانيا وبولندا والدول الأخرى. حلفاؤنا أيضا يتحركون، باقي أعضاء الناتو يعملون على تعزيز قوة ردع ودفاع حلف شمال الأطلسي. اليوم وبعد هذا الهجوم من روسيا، حلف شمال الأطلسي لديه خطة مفعلة للدفاع، وذلك عبر نشر القوات في الوقت والمكان المناسبين في أوروبا. وأنا أقوم بالسماح بقوة إضافية للذهاب إلى ألمانيا وإعادة نشر القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا في الأسابيع المقبلة. كذلك تحدثت مع وزير الدفاع أوستن وكذلك سيد ميلي حول التدابير الضرورية لحماية أعضاء حلف شمال الأطلسي وحماية تاريخ الناتو. إدارتي تستخدم كل الأدوات اللازمة لحماية الأمريكيين والشركات من أي زيادة في أسعار الطاقة. نحن سنعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الأسعار لا تزيد، ولا يجب أن يكون هناك زيادة في أسعار النفط في هذه الأوقات الصعبة. نعرف أنه لدينا تركيز على بقاء إمدادات الطاقة دون أي تعطيل أو تشويش، ونطالب منتجي النفط أن يبقوا إمداداتهم دون انقطاع. نحن نعمل مع الدول حول العالم من أجل أن يكون هناك إطلاق للمخزونات الاحتياطية حتى لا تتضرر الدول المستهلكة للطاقة. كذلك أمريكا ستطلق وتسحب احتياطيات إضافية من المخزونات
الحقزون الاستراتيجي، وأقول للأمريكيين سأبذل قصارى جهدي لتقليل آلامهم المحتملة من جراء هذا الغزو وهذا العدوان الذي لن يفلت من العقاب. هناك عواقب ستكون لهذا العدوان. أمريكا تقف من أجل الحرية والديمقراطية. هذا هو ما نحن عليه، وأقول ما قلته في الأسبوع الماضي. إذا وصلت روسيا هجمتها السيبرانية ضد شركاتنا وبنانا التحتية، نحن مستعدون للرد. لأشهر نحن نعمل مع القطاع الخاص من أجل تعزيز قدراتنا الدفاعية للهجمات السيبرانية التي تأتي من روسيا. أنا تحدثت أمس ليلة أمس مع الرئيس زيلينسكي، وأكدت له أن أمريكا وحلفائها وشركائها ستدعم الشعب الأوكراني للدفاع عن بلده. سنقدم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا لتخفيف آلام الشعب. وكذلك نعرف أن روسيا واصلت إخفاء الحقيقة وتلك النوايا التي كانت تبطنها. التاريخ أظهر ويظهر لنا أن تلك المكاسب السريعة عبر الحرب لا يمكن أن تدوم. ونعرف أن هناك عصيان يحدث من قبل السكان بعد ذلك، ونحن نقول للشعب الأوكراني إن بوتين معتد، وأوكرانيا لديها عقود من الاستقلال، ونحن واثقون أنهم لن يتساهلوا مع أي واحد أو أي شخص يريد أن يحتل بلدهم بالقوة. هذا يجعلنا نتحدث عن حرية أوروبا وحرية العالم. بوتين ينتهك مبادئ أساسية للسلام العالمي. الآن العالم برمته يرى ما يفعله بوتين وعصابته الإجرامية. لا يتعلق الأمر بمخاوف أمنية من جانب روسيا، كان الأمر دائما يتعلق بتنفيذ عدوان وحنين بوتين إلى الإمبراطورية السوفيتية السابقة عبر قصف الجيران ونشر الفساد فيها وتغيير الحدود بالقوة، ونهاية عبر اختيار حرب غير ضرورية. بوتين يريد أن يغير مستقبل عالمنا و يريد أن ينفذ أشياء بالقوة، لكن رؤية أمريكا وحلفائنا هي أن لا يكون هذا مسموحاً بحدوثه. نحن نعرف أننا سنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وأكثر توحداً. عدوان روسيا ضد أوكرانيا سيكلف اقتصاد روسيا و استراتيجية ومستقبلها الاستراتيجي. بوتين سيكون منبوذا في المسرح العالمي، وكل دولة تتعامل مع روسيا وتدعم هذا العدوان تتحمل أيضا المسؤولية. التاريخ يدون حاليا. هذا الاختيار لبوتين بشأن هذه الحرب غير الضرورية سيجعل روسيا ضعيفة وباقي العالم أقوى. الحريات والكرامة الإنسانية والديمقراطية، هذه المبادئ أقوى من الخوف والقمع الذي يتبناه بوتين. لا يمكن لهذه القيم أن تضعف بسبب جيش بوتين وشخص بوتين. لا يمكن قتل ودفن آمال وتطلعات الشعوب بهذه الأعمال لإخافة وإرهاب الشعوب وبممارسة هذا الاستبداد. ولا يمكن أن يكون هذا الطغيان هو الذي سيسود. الحرية هي التي ستسود. ليبارك الرب قواتنا وليبارك الرب شعب أوكرانيا. أسوسييتد بريس تفضل.